بطبيعة الحال نظن باللي شوف عندنا تعاود تبني منتخب جديد لازم تخلي بعض اللاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة وعندهم يعني شخصية قوية جدا. نظن باللي ياسين إبراهيم من بين اللاعبين اللي وحتى يعني عيسى موندي من بين اللاعبين ولا بن ناصر من بين اللاعبين اللي قادرين يمشيوا هذه المجموعة الجديدة وعندهم شخصية قوية وحتى في يعني في غرفة تغيير الملابس ولا فوق الميدان ولا في التدريبات دائما يعطيو يعني أوامر ويوقفوا وياخذوا مسؤوليتهم ويوجهوا اللاعبين الشبان. ونظن باللي هذا هو الشيء أي فريق عندما تعاود تبني من جديد لازم يكونوا عندك لاعبين ذوي شخصية قوية وعندهم خبرة كبيرة وياخذوا مسؤوليتهم. من بينهم يعني ياسين إبراهيم اللي شفناه دائما عنده له فوق الميدان في المنافسة أو في التدريبات أو خارج الداخل يعني غرفة الملابس دائما يعطيه يقوم بدور القائد ويوجه هذا اللاعبين الشبان. نعم. والحمد لله نظن باللي على العموم المجموعة ككل مشت طيلة 10 أيام انضباط كبير، ما شفنا حتى مشكل يعني كونترير، شفنا يعني مجموعة فرحانة كبير عندنا تلاقوا مع بعضهم البعض باش يدافعوا الألوان الوطنية. هذا الشيء اللي راح نستثمر عليه احنا في المستقبل إن شاء الله باش نأكدوا الشيء المليح ونطلحوا يعني النقائص الكبيرة اللي موجودة خاصة يعني في بعض المناصب اللي لازم نبحثوا عليهم وإن شاء الله ربي يوفقنا ونجاوا هذه المناصب. الدفاع والوسط بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.